اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام فيما كنتوا في هذا اللايف. هذا اليوم غادي نقربكم من اليوم الثاني لعمليات التلقيح. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في مركز التشخيص او سونتر دياغنوستيك اللي كيكون فيه وكيباشر عمليات التلقيح لليوم الثاني بمدينة الدار البيضاء. هذا المركز هذا اللي تابع للمستشفى ديال سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء اللي كلكم اكيد كتعرفوه. اليوم هذه الاطر الصحيه مازال مستمره عندها عمليه ديال التلقيح. اليوم كنشوفوا اقبال من طرف الاطر الصحيه اللي جات دير التلقيح والتابعه لوزاره الصحه، وكذلك المواطنين اللي انخراطا في العمليه اللي عطى سيدنا من يومين بالقصر الملكي بالعاصمه العلميه فاس. فالمواطنين المغاربه انخرطوا في هذه العمليه ديال التلقيح كيقصدوا المراكز لاش يستافدوا من اللقاح. لتفاصيل اكثر غادي ندخلوا ونقربكم من الاجواء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حنا داخل المركز الخاص بالتلقيح. في هذا الفضاء هذا كيتم استقبال الناس اللي جايين يديروا التلقيح. فكما كتشوفوا هنا كيتم تسجيل الناس وياخذوا البيانات ديالهم باش هكا كيقدروا يستافدوا من عمليه التلقيح. فكما كتشوفوا كياخذ السيده كتاخذ السيده لاكارت ديال المستفيد، كتاخذ من عنده المعلومات كتدخلهم في لو سيستيم، وموراها كيمشي مباشره للقاعه اللي غادي ياخذ فيها التلقيح ديالو. شكرا سيدي رشيد الغروفي، تحياتي ليك. شكرا محمد بولباني. فكنكملوا معكم مشاهدينا الكرام الجوله ديالنا. فالناس هنايا والاطر الصحيه والاداريه ساهره على انجاح عمليات التلقيح اللي عطى سيدنا بالمراكز ديال الصحه او التابعه لوزاره الصحه. فمشاهدينا الكرام غادي نوصلوا معكم هنايا كيفاش كتتم عمليه التلقيح. فهنايا هذا هو الفضاء اللي فيه الاطر الطبيه اللي كتجي باش تاخذ اللقاح ديالها. فمشاهدينا الكرام غادي نستضيفوا معنا دكتور متخصص المشرف على هذه العمليه هذه من مركز التشخيص التابع ل مشاهدينا الكرام مازال مواصلين اليوم معكم تفاصيل هذه الحمله اللي مستمره في ربوع المملكه. فالمواطنين كيجيو والاطر الصحيه اليوم باش يستافدوا من عمليات التلقيح. شكرا لك، قدم لنا نفسك اجداد. دونك عمر منشور، رئيس قطب اللجنه التمريضيه بمركز الشفاء العقلي لمولاي سيدي عثمان. كما شفتوا اليوم الثاني كنستانفوا فيه عمليه التلقيح، وهذا مركز خاص بتلقيح مهني الصحه على غرار بعض المراكز داخل الاقليم اللي حتى هي كتتلقح المواطنين، وزياده على رجال الامن والوقايه المدنيه والقوات المساعده. فالوبجيكتيف اللي كان عندنا حنا بالنسبه لمهني الصحه كان خصنا نلقحوا 240 موظف او مهني الصحه. هاد 240 قسمنا على 3 ايام على اساس ان كل يوم نوصلوا 80 عمليه تلقيح. دونك البارح الجمعه كنا عطينا الانطلاقه، بيان سور الانطلاقه اللي كنشرف عليها السيد مندو الدكتور خالد شفيق ودكتور ديبان مدير المركز الشفائي، والسيد دكتور عميل المسؤول على المراكز الصحيه، والسي ابراهيم. دونك عطاو الانطلاقه، عطاو ليكزومبل، عطاو القدوه لاخر، والحمد لله البارح الامور دازت بسلام. كان عندنا لوبجيكتيف 100% تقريبا كلشي البيرسونيل جات فاكسينا، ما كانت حتى شي مضاعفات، ما سجلنا حتى شي حاله ديال شي حاله اغماء او شي حاله ديال شي مضاعفات ولا شي حاجه. الحمد لله كانت الامور بخير وعلى خير، داس مزيان. حتى الحالات اللي لقحناهم من مهني الصحه واكبناهم ودرنا لهم واحد العمليه التتبع، كان حالات خفيفه، سخانه خفيفه، شويه ديال اللي متعارف عليها اي فاكسان كيقدر يدير هذه المساله هذه، وعند القليل ماشي عند كثير. والامر اللي كان الحمد لله ما شكل حتى شي مضاعفات. واليوم الثاني كنستعفوا هذه العمليه ديال التلقيح. خلى بالنسبه للاعمار اللي مستهدفه التلقيح، واش كاين واحد اللي باغي ولا واش العدد او الكميه اللي عندنا ديال اللقاح اللي كتحدد لنا واحد الفئه عمريه كاول او مرحله اولى؟ بيان سور الكميه ديال اللقاح هي اللي حددت لنا، هي اللي حددت لنا عدد الناس اللي لقحوا. بيان سور الكريتير الوحيد اللي خديناه هو لاج. بالنسبه لنا حنا مهني الصحه كلاج عندنا حنايا واذولا ديال 40، الناس اللي فوق 40 سنه هما اللي قدرنا نلقحوهم.
من بعد منين يجيونا لي مسافرين وتجي الكميات الاخرين بيان سير غندوزو لباقي مهني الصحه، لان كتعرفوا بان مهني الصحه وعلى غير اربع قطاعات الاخرين هما اللي كيتوجدوا في الصفوف الاماميه، وبالتالي لوبجيكتيف ديال المينيستير دو لا سونتي اننا نلقحوا الناس اللي كيتوجدوا في الصفوف الاماميه. واخا بالنسبه للناس العاديين واش كاين واحد الفئه عمريه محدده؟ جوبونس 75 سنه. 75 سنه اكيد بالنسبه للفئه الناس عموم الناس داروا لهم كما قلتي يعني 60 اللي كيتجاوز 75 سنه، ولكن انا متاكد بان هذا الاخر هذا العدد هذا غير صافي بوصول كميه ان شاء الله جديده ديال 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 اللقاح. شكرا للاطر الصحيه اللي كتصار على انجاح هذه العمليه في ربوع المملكه، فانتم كما قلتي انتم في الصفوف الاولى لمواجهه الفيروس قبل ما نهضروا على التلقيح. اليوم الاطر الصحيه احنا السبت ومازال كتستقبلوا، اليوم واش كتستقبلوا غير الاطر الصحيه ولا حتى عموم الناس اللي يقدروا يجيو يلقح؟ لا بالنسبه كما قلت لك بالنسبه لهذا المركز هذا مركز خاص بالنسبه للاطر الصحيه داخل الاقليم، مي كاين مراكز وحدين اخرين اللي كيجيو فيهم ناس اخرين، كاين مراكز اللي كيجيو مراكز صحيه اللي ترصدات لها عدد ديال المهني الصحه اللي كيساروا تاهم على هذه العمليه هذه، والحمد لله على غير هذا المركز هذا وجميع العمليه دازت بنجاح في جميع المراكز الحمد لله، وكاين واحد التفاؤل كبير وكاين واحد الفيدباك مزيان الحمد لله. شكرا لك على التوضيحات الكامله. بالنسبه للتلقيح كيكون غير هذاك الاسباس كنديروا فيه واحد كنديفاكتيو كنديروا كيفاش كتتم اللقاح؟ كما كتعرفوا دابا اللقاح اللي كنفاكسينو به هو ديال استرازينيكا، كاين فلاكون ديال دي دوز وكنحلو الفلاكون كيجيونا لي باسيون، كاين تقريبا 0.5 معنا الممرضين تبارك الله اللي هما ممرضين كفئين. وبالمناسبه كنبغي نوجه تحيه كبيره لجميع الاطر الصحيه وجميع مهني الصحه على المجهودات اللي قاموا بها منذ تفشي هذا الوباء واللي مازالين كيقوموا بها ومازالين ان شاء الله غادي يقوموا بها، لان بفضلهم هما استطعنا باش اوموان نحدوا شي شويه من الخطوره ديال هذا الوباء هذا. الله يسمح لينا منهم، ونتمنى من الله تكون واحد الالتفاته لهذه الاطر الصحيه، لان الصراحه قدموا الغالي والنفيس في مواجهه هذا الفيروس. صح وبدلوا الشيء الكثير، وشحال ما نقولوا في حقكم في حقهم ما غاديش نوفيهم. تبارك الله عليك، شكرا على التوضيحات الكامله. مشاهدينا الكرام كملنا وقفنا على اهم نطاق او النقاط اللي اليوم بغيتوا تعرفوا حول هذا اللقاح، هذا كيفاش كتتم العمليه، شنو شروط الاستفاده الخاصه لا بالاطر الصحيه ولا بعامه الناس. التفاصيل اكثر غادي نشوفوها في روبورتاج ديالنا عبر قناتكم قناه القرب شوف تي في. السلام عليكم.